بتذكر كنا سوا مهضومة فاني بيلي ايه مهضوم بيلي عم بتعمل ارنب جزرة وحلقتنا اليوم بتحكي عن الجزر لكن رح ارد الصورة على محلها وقلكن جهزوا حالكن لانه حلقتنا رح تبلش كلكن سوا بدنا نوعي كل سكان المزرعة ونحضر حالنا لنتعرف على كل شي بيحكي عن الجزر جاهزين؟ يلا معي جهزت كل شي وزبطت المزرعة أنا صرت جاهزة وإنتو أكيد جاهزين وناطرين الرياضة فقرة الرياضة اللي كتار منكم بحبوها كتير وبحبوا يعملوا مع كل أصحابنا اللي هون معنا بالمزرعة كل التمارين يلي بيعملوها منظمة القلب الأمريكية أكدت أنه أكثر من 250 ألف أمريكي بموت كل سنة لأنه ما بيمارسوا الرياضة إذا كان عدم ممارسة الرياضة سبب للموت لكن ممارسة الرياضة هي سبب للحياة شو ناطرين؟ خلينا نقوم أنا وياكم ونبلش بكل نشاط وين الباقيين جيتانا؟ بسرعة بسرعة؟ أوكي بلشنا بالكيكس رح منلبط إجرنا لفوق ايدنا عكس اجرنا وقت اللي بقول ريد لايت بتوقفوا جريت كمان لنجرب جرين داير الجرين لايت وفيكم كلكم تتحركوا احمر هلا رح ننط من ميل عميل احمر اخضر رد هلا رح نعمل مثل الضفدع على الواطي ومننط لفوق ضفدع على تحت وبتنط على العالي رد جرين
أو أحمر؟ أخضر. أوكي، تعبتوا؟ رح نمشي شوي وناخد نفس عميق ومن بعدها نقعد على المات. رح نعمل مثل الساندويتش، بنمد إجرينا وبنفتح إيدينا لفوق. بدنا نسكر الساندويتش، بنرجع بنفتحها، بنحط شوية جبنة وخضرة وبنسكر. هلأ رح نسكر إجرينا مثل الباترفلاي ونطير. خلوا البسمة الحلوة على وشكم. اوكي، انتو كمان بالبيت عظيم. هلا رح نجرب ننام لقدام ونعمل ستريتشينج. يلي بده في مد ايديه لورا ويشدن قد ما في لفوق. عظيم، رح نفتح اجرينا ونروح مع ايدينا من ميل على ميل. اهم شيء مثل ما بقولكن على طول نخلي ركبنا مشدودين. آخر شي رح مننام لقدام وما مننسى نتنفس. كلنا واقفين، كيف حاسين حالكم؟ تمام، ياس. يلا على المزرعة. جزرة. كاروت. كاروت. شو حلوة مزرعتنا فنفر، وأحلى شيء إنه نحن كلنا نشيطين ومنحضر حالنا لأنه عنا شغل كتير بالمزرعة. لازم نزرع نسقي ونهتم بالنبات والحيوانات، ونحن لازم نعرف كيف نغير عاداتنا القديمة الغلط ونعود حالنا على عادات جديدة، خاصة إنه الله خلق لنا كل هالدنيا لإلنا، وخلق لنا الحيوانات والنباتات، ولازم نعرف كيف نهتم فيهم ونحافظ على الثروة اللي هو خلق لنا إياها. لكن أصحابي بلا ما نضيع وقت أكثر، خلينا نشوف بيلي لوين أخذنا بمشوار على فنفر. يلا على الشغل لعند بيلي. مرحبا أصحابي، صار نظري أحلى عقد ما عم باكل جزر. عن جد إنه الجزر بقوي النظر. ويلي بدي قلكن إياه إنه السنة الموسم كتير حرزان وكل جزرة أحلى من التانية. ها شوفوا هودي كلهم خرجوا العصير. الجزر هي خضرة اللي بحبوها الأرانب وبتشبه الشمندر والفجل وبتنزرع تحت الأرض. وفوق الأرض بيطلع عرقة الأخضر، وتحت التراب هي بتتغذى وبتكبر. والجزر بينزرع بالأرض الرملية الثقيلة الصفرة والطينية. من بعد ما يفلحوا الأرض بيرشوا البذور وبيسكروا عليها بالتراب كرمال بس يجي الشتاء ما ينزع الموسم لما يشيلوا البذور من محله. والجزر بينسقى كل 8 أيام وبشكل منتظم وما لازم يعطش أبدا. والجزر صار أساس لأن صار مطلوب بكل مطابخ العالم، وأنا شخصيا بحبه كتير. وهلأ خليني بلش عبي كم جزرة لأنه في ناس طالبينهم مني وبدي ودينهم إياهم. هيدي السلة. آخ أطيب جزرات. One, two, three, jump and jump and jump with me together.
ستوب. Un, deux, trois, lancez, lancez avec moi. Ensemble, nous lançons les poids. Un, deux, trois, stop. واحد اثنين ثلاثة يلا عني دي الرياضة هيك بتكبر عضلاتي. واحد اثنين ثلاثة ستوب. To the left, to the right, look up and down and turn around. To the left, to the right, jump to the left and jump to the right. Clap your hands and dance with me, move around and say you feel. Shake your head, bend your knees, do some sports to stay healthy. Sautez, sautez avec moi, ensemble nous sautons de joie. Un, deux, trois, stop. واحد اثنين ثلاثة الحق بسرعة حركاتي حتى ننط من وادي لوادي. واحد اثنين ثلاثة ستوب. Un, deux, trois, poussez, poussez avec moi, poussez encore quatre fois. Punch and punch and punch with me. Together strong we will be. One, two, three, stop. عشميلك على يمينك نطالة قدام نطالة ورا. عشميلك على يمينك في كل نشاط منعيد سوا. يا أصحاب لاقونا على الملعب لنتسلى. رياضة بتعطينا قوة وصحة وشجاعة. Ensemble dépassons le toit. Un, deux, trois, stop. واحد اثنين ثلاثة يلا عني دي الرياضة هيك بتكبر عضلاتي. واحد اثنين ثلاثة stop. Un, deux, trois, tapez, tapez avec moi. Ensemble nous taperons des points. Un, deux, trois, stop. One, two, three, jump and jump and jump with me. Together we'll stay happy. One, two, three, stop. فاني عم تغني؟ ايه مبسوطة كتير اليوم. مبسوطة كتير اليوم، لهيقة في شي غريب، فاني مش عم تعيط علينا، مش محاسبة من بيلي. زوال، اليوم بيلي جاب لي الجزرات بعقده، نضاف، بلا حشيش، بلا تراب، واو شو انبسطت. عاد غسلهم ونظفهم وزبطهم، اللي بدي احطه بالبراد حطيته بالبراد، اللي بدي استعمله هلا حطيته هون، كل شي تمام. عظيم بيلي، لكن اليوم فاني راضي عليك. انا بقول الديسير غير شكل، هلا بنشوف انا وياك شو بدها تحضر لنا. طيب بس هلا مش ديسير، هلا في خضره قدامنا، جزر وخيار. واول ما بنشوف الجزر اول شيء بيخطر على بالنا الارنب، ولانه بنقول انه بقوي النظر. شو مره شايفتي لك ارنب لابس عوينات؟ لا ولا مره شايفه ارنب لابس عوينات، مهضومه كثير هالنكته. بس فاني انت بتعرفي انه مزبوط انه الجزر بيقوي النظر لانه بيحتوي على ماده الكاروتان، وهيدي الماده سموها على اسمها كاروت باللغه الفرنسيه كاروتان. الكاروتان كثير منيح، وكمان بيستعملوه بالزيوت اللي بنحطها على جسمنا نحن وعلى البحر لانه بيعطينا لون حلو للجلده.
شو بتحبي تهتمي بجسمك جوال؟ معكي حق، بس الجزر كثير منيح وفي كمان فيتامين. بتعرفي انه انت الجزر بينتمي للخضره بالهرم الغذائي. مزبوط، الهرم الغذائي. انت قلتي لنا في عنا اول جزء، ثاني جزء، الثالث خضرة والفواكه. الخضره والفواكه صح، والجزر بينتمي له. وشو احسن شيء بالخضره والفواكه؟ على شو بيحتووا؟ على الياف قلتي لنا صح، وكلهم بيفيدوا بالفيتامين. صح، اكيد اغنيه كثير بالفيتامين يلي ضروريه لجسمنا، بيعطونا النشاط. ومره قلتي لنا انه لازم ناكل 5 قطع من الفواكه والخضره بالنهار. شفتي انا بحفظ كثير منيح. برافو، انا كثير مبسوطه منك. طيب بما انه هالقد مهم الجزر وبيعطينا فيتامين، بركي بنعمل انا وياكي كبيتين عصير جزر بالاخر ونقعد نشربهم. تمام، بس نخلص. طيب شو عم نعمل؟ مثل ما شايفه جوال عم نعمل طياره بالجزر. طياره. اصحابنا الصبيان يلي بيحضرونا بحبوا كثير الطيارات لانهم سريعين وبطيروا بالهواء. كيف رح نعمل هالطياره يلي مصنوعه من خضره؟ اول شيء رح نجيب صحن وخياره. اوكي اوكي، في معنا كردان، توث بيكس كردان، الشيش الصغيره رح نحط فيهم. رح تساعديني؟ ميرسي. عنا هول الجزرات المقصوصين دوائر، بشكل دوائر. انا بدي اعمل واحدة كمان، بس جربي تكون بزيت حجم الثانيه. اوكي، هيدي واحدة. اوكي، هول الدواليب، دواليب الطياره. نشك اول واحدة. انا بشك الثانية. نشك الثانية. هلا الجوانح كثير هينة توقف، لانه الجزر بدنا نعملهم شوي عراض. اوكي، بس نعملهم دوائر، اهم شيء لما ينكسروا بسرعة. صح، رح قص انا شوي الجوانح بهالوقت. رح تقصي لانت كردان، شفتيهم هون؟ اه، بقصرهم. قصريهم دو اثنين او ثلاث جزئين او ثلاث اجزاء، جزئين. اوكي، وبدخلهم بالخيارة؟ ايه. اوكي، واحد اثنين، عم بنقول ثلاثة أربعة. نحن عم نشتغل فيك، تذكرينا شوي الهرم الغذائي مقسم لخمس أقسام، وشو هن هالخمس أقسام يلي أصحابنا بيشوفونا على طول معنا بفنفر؟ أول جزء يا جوال هو أهم جزء وأكبر جزء. صح، يعني بيدل على أكبر كمية نحن لازم ناخدها. نعم، وهن السوائل. صح، السوائل أهم شيء بيناتهم المي اللي هو لازم نشرب منه 2 لتر مينيموم بالنهار. اف اوكي، بيرجع تاني جزء هو عنا نشويات مثل الخبز، المعكرونة، الرز وكل الحبوب. اوكي، وكمان كتير أساسي إنه ناكل منهم بالقليلة مرة على كل وجبة. اوكي، وتالي جزء انا رح اسبقك واقول لك الفواكه والخضره لانه قلتها قبل شوي. برافو جوال، كثير مهمين الفاكهه والخضره، ومثل ما قلنا قبل شوي لازم ناكل 5 قطع بالنهار فاكهه وخضره. اوكي، وبدنا نشكل، مش كله، مش 5 قطع جزر مثلا. اكيد بدنا نشكل. نرجع قبل اخر شيء، في عنا البروتيين، الحومات ومشتقات الحليب. يا ويلي جوال، عم تسبقيني. أنا بحفظ كثير بسرعة، وأصحابنا كمان بالبيت عم بيستفيدوا وعم بياخذوا كل هالنصايح ويطبقوها. برافو، واللحمة مشتقات الحليب كثير مهمة. صح، لأنه بتقوي لنا عضلاتنا وعظمنا كمان. صح، لأنه فيها بروتين. مزبوط، آخر جزء فوق يلي هو أصغر شيء شو هو؟ هيدا الكلنا بنحبه كثير كثير، هو سكريات. بس بدنا ننتبه إنه ما فينا ناكل كثير شوكولا وسكر. صح، وبس نخلص نفرش سنيننا. اوكي، بعد في عنا هيدا الجزء بدك تحطيهم لتعملي المروحه؟ وي، لكن رح نقص، قصهم شوي اصغر تتهدى. اعطيني لسيادك، اعطيني شوي الجزر. اول شيء هيدا الروم دائره، ومنثبت عليها كل الباقيين. فعلا اعطيني، لا رح احط، لا ثانيه رح اخذ وحده احسن، هيدا احسن. اوكي، حطهم وحدة صغيرة تتثبتهم بالآخر. اوكي، بدنا نقربهم كلهم لقدام لأنه مش حلو يطلع الكردون لبرا. مش معقول فاني قد ايه مرتبة وقد ايه بتحبي كل شيء يكون شكله حلو. أكيد جوال، صرتوا تعرفوني. نبرمة. بعد في من ورا الذنب، وأنا بحط الذرة. الذرة هن كأنه أشخاص قاعدين عليها. صح،
وهذا من الازاز هون بنشوف البايلوت يلي عم بسوق قبطان. قبطان. انا بلا ما تساليني رح اقول لك انه مغسله ايدي كثير منيح قبل ما اوصل لعندك على المطبخ، لانه اكيد رح تقولي لي عم تمسكي الاكل بايدك وما انك مغسله ايديك. برافو جوال. عن جد مبسوطة أنا كثير منكم اليوم، أنت وودي، مش معقول مبيضتيها. وبيلي، وودي على طول مبسوطة منه، أنت بتحبيه كثير، بس بيلي على طول بتضلك تتخانقي أنت وياه واليوم. بيلي اليوم كمان مبسوطة منه. حلوين كثير، أنا كثير حبيت. بشكريك ولازم نعمل بعض طيارات كثير وبعدين بنطيرهم على المطار. أكيد. وبفوتوا وين؟ بتمنى. Two carrots plus six carrots equal eight carrots. ثلاث جزرات ناقص جزرتين بيساوي جزرة واحدة. جي توصلت. بونجور جوال. هلو كرانشي. وين كنت يا جوال؟ صار لي ساعة ناطريك. سوري بعرف اني تأخرت شوي، كنت عم بعمل برمة بفان فارم ورجعت تذكرت انه كرانشي عندي وناطرني لنحكي بجو جرين عن مشكلة جديدة. سوري بعتذر. خلص ما رح أتأخر عليك، اسمعني كثير منيح وأنتو كمان. اوكي. المي هي من عناصر الحياة الأربعة الأساسية يلي من دونها ما في حياة، ومين منكم بيعرف من وين بتجي مي الينابيع والأنهار؟ لما الثلج يدوب بتفوت المي على قلب الارض وبتتخزن بقلب صخور، وهذه بسموها المي الجوفيه يلي بجوف الارض، وبالربيع لما تمتلئ بتنفجر بشكل ينابيع وبتكون مي نظيفه ومقطره بالصخره ومليانه معادن. ايه وشو بها هيدي المي؟ كمان فيها مشكله؟ مش كلها، والا بتكون كارثه، بس في بعض المناطق عم تتلوث فيها الآبار الجوفية. وبتشو؟ وكيف بتتلوث؟ لما يفوت عليها مواد سامة تتلوث، ويلي عم تسبب بتسمم الناس، وكتار عم ينصابوا بأمراض خطيرة لأنه بيشربوا من هالمي. وشو لازم نعمل تضل الآبار نظيفة؟ لازم ما نخلي ولا مادة غريبة تدخل لجوف الأرض، لأنه المي هي العمود الفقري للحياة، ومن دونها ما في حياة. وهلا شو رايك نترك كل هالامور وكل هالمشاكل وانا وياك وكل اصحابنا نرقص ونتسلى؟ اوكي اتفقنا. كريك 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 كرانشي كريك 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 كرانشي كريك 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 كرانشي كرانشي مون بيتي لابان سي سوفي دون لو جاردان شيرشي موا كوكو كوكو جو سوي كاشي سوز ان شو شيرشي موا كوكو كوكو Remuant son nez, il se
كانش النوبال صغير أكيد منه بعيد كتير. لاقوني كوكو كوكو سرعة لازم تلقطو. لاقوني كوكو كوكو سرعة لازم تلقطو. بدي أكون أميرة. بديك تكوني أميرة؟ أكيد جوال. لأنه اليوم رسمتنا ما رح تكون شو هلا آخر شي بتشوفوها، بس خاصة بالأمراء. واو. ما تطلعي. طيب والهاند كرافت اللي عملتي؟ أنا اليوم حضرت شي كتير حلو وبده كتير تفكير لنطلع بهالفكرة الحلوة. صح، نحنا ما فينا نخلق شي لأنه الله هو الوحيد اللي بيخلق أشياء. نحنا فينا نجمع أشياء مع بعضها ومنبتكر فكرة حلوة. مزبوط. صح. إن شاء الله الفكرة اللي أنا حضرتها اليوم تعجبكم. حضرت جزرة بشكل كون فيكم تحطوا فيها بوبو وتضيفوا رفقاتكم فيها. لو كانت كبيرة فينا نحط فيها بوب كورن وناكل بوب كورن نحن عم نحضر فان فارم. لكن رح نستعمل كرتونة لونها أورانج يعني برتقالي. بوب كورن. طيب أوكي، نستعمل الكوبا بس أوكي. ننتبه كتير منيح على أصابعنا. بواسطة فينا نرسم دائرة بس نحن ما نرسمين دائرة. نرسم نص دائرة فيه. أوكي. بساعدك. فينا نعمل أحجام مختلفة مش مزبوط؟ مزبوط. تريكسي كيف بتجيبي كل هالأفكار؟ أنا مش بسهولة بيطلعوا معي الأفكار، بقعد بفكر منيح تيطلع معي فكرة حلوة. أوكي. أوكي. والورق منلزقهم؟ منلزقهم أو منكبسهم عليهم؟ هات لنكبسهم لأنه بكونوا أثبت. أوكي. أنا بهديلك وأنت كبسي. مهضومة. رح نحط فيها، رح جيبه من السلة. فينا نرسم عليها؟ فينا نرسم عليها أكيد. نحط الخطوط يلي عادة بتكون على الجزرة. مزبوط. سميهم أنت جوال. أوكي خلصنا. مهضومة كتير، حلو كتير هالفكرة. فينا نحط بقلبها كانديز بونبون ونقدمهم لأصحابنا. مزبوط؟ مزبوط. هيك وقت اللي بيجوا لعنا كل واحد بيطلع له شكل مهضوم نحن عاملينه وبياكل اشياء طيبة. طيب هلا صار فيي اقول لك شو هي الرسمة اللي لها علاقة بالأمراء وخلتني أحب كون أميرة. رسمة ميشيل يوسف. ميشيل بنت مهضومة كتير عمرها 7 سنين حبت ترسم لنا هالقصر. قصر كتير حلو وملون بطريقة مهضومة كتير. ثانكيو لك ميشيل. انتو كمان اذا بتحبوا ترسموا تعملوا اشغال يدويه فيكم تبعتوا لنا كل اعمالكم على فان فارم. عناويننا عم تقطع قدامكم على الشاشه، هيدوها بسرعه وابعتوا لنا كل شيء بتعملوه. هيك انا وتريكسي بنشوفه قدامكم على الهواء. في محايا مخفية وقلام مكسرة بيها الشنطة
مسطرة في محاين خفية وقلي منكسرة في يليق بقلبها دفتر الرسمات رسمة حلوة عليها شجرة خضرة وبيت dans son cartable il y a des livres et des cahiers et des gommes introuvables et des crayons cassés dans son cartable il y a des livres et des cahiers et des gommes introuvables et des crayons cassés mais je peux trouver une feuille de papier où j'ai dessiné un sapin décoré inside your backpack you have made a big big mess you have crayons and a snack and even a blue dress inside your backpack you have made a big big mess you have crayons and a snack and even a blue dress show and look around and see what I just found falling on the ground my drawing will make you proud dans son cartable il y a des livres et des cahiers et des gommes introuvables et des crayons cassés dans son cartable il y a des livres et des cahiers et des crayons cassés. Mais je peux trouver une feuille de papier où j'ai dessiné un oiseau coloré. Dans son cartable, il y a des livres et des cahiers et des gommes introuvables et des crayons cassés. Dans son cartable, il y a des livres et des cahiers, une gomme introuvable et des crayons cassés. الرسم هواية حلوة كتير وإذا أنتم كنتم موهوبين بالرسم يعني أنتم ميزين وفيكم تعملوا لوحات حلوة كتير نحن اليوم رح نتعرف على حدا من أصحاب فان فارم بعث لنا فيلم لإله عم يرسم اليوم عم نتعرف على جويا ماريا مراد يلي عمرها 9 سنين بتحب كتير ترسم من وقت اللي ما كانت صغيرة بتحب تخبر نكت وهي كتير مهضومة بتضحك العيلة كلها بلشت ترقص باليه من وقت اللي ما كان عمرها 3 سنين وبلشت تتعلم رسم من وقت اللي ما صار عمرها 8 سنين كانت تحب كتير ترسم على الحيطان وحيوانها المفضل هو الكلب بتخاف شوي من العتمة اوكي جويا ماريا هلأ صار وقت نتفرج على رسماتك الحلوة هلأ فصار وقت مسابقتنا الأسبوعية يلي كتار منكن عم ينطروها ليشاركوا فيها سؤال هالأسبوع هو أي متى بينزرع الجزر البلدي اللبناني؟ الاحتمالات هن 3 مثل العادة بين كانون الأول وكانون الثاني أو بين نيسان وأيار أو بين آب وأيلول هول هن الاحتمالات وأنتوا عليكم تفكروا مزبوط لتعطونا الجواب الصحيح عناويننا عم بيقطعوا قدامكن على الشاشة كل يلي عليكن سجلون وتبعتوا أجوبتكن على هالعناوين وأكيد كمان رح تعرفوا الرابح على هالعناوين تابعونا على طول وعرفوا مين ربح وشو ربح شو حلوين هالصور لازم نقي صورة واحدة رح نقي هيدي حلوة كتير عم تسألوا شو عم بعمل؟
عم نقي صورة لنحطها بفقرة انتاتش. صور كتيرة عم توصلنا على برنامجنا، أما الصورة اللي نقيتها اليوم هي إنزو. إنزو بعت لنا صورة مهضومة كتير مع أرنب بعده خلقان، أرنب أسود وصغير. كتير حلوة هالصورة، كتب لنا معلومات كتير مهمة عن الأرانب، إنه لازم نغير الأشياء اللي بكونوا موجودين عليهم لأنه هن كتير حساسين على الأمراض. برافو عليك يا إنزو، هيئتك بتحب كتير الحيوانات. وانتو كمان اذا مثل انزو بتحبوا الحيوانات ما تنسوا تبعتوا لنا صورتكم مع حيوانكم المفضل ونحن بنعرضه بفان فارم. Tu pointes du doigt la personne de ton choix et tu l'emmènes tout droit sur la piste de danse. En tant que terroir, cette danse est faite pour toi et c'est comme ça qu'on supportera le froid. Say goodbye to the sun. Hatshum! Winter is here, let's run. Hatshum! Snow season has begun. Hatshum! Later we'll have some fun. Hatshum! Millions of raindrops are falling on the tops. Blanco, mon cher, reste à nos côtés. Voici l'hiver, les pistes gelées. Neige pour skier, le sapin vert. Beaucoup trop fier de tellement briller. On sent dans les airs la joie partagée. Mais Blanco mon cher, je n'ai pas peur du froid, mais je préfère danser. Oh Blanco, ourson polaire, fais-moi danser sous les lumières. Emporte-moi très loin jusqu'au matin. Oh, toi, Blanco. Hatshum, شمس راح تختفي. Hatshum, إجا فصل الشتاء. والسماء المموجة هاتشو عم تعطس بقوان. هاتشو ألف نقاط المي على طرقات الحي. شو مهمين هالمعلومات؟ لازم اهدي هالكتاب لبيلي. أصحابي أنتو وصلتوا؟ كنت عم شوف هالكتاب اسمه Votre Potager، وبهالكتاب بنتعلم كيف نزرع كل نوع من أنواع الخضرة والفواكه. أنا لازم أعطي هذا الكتاب لبيلي، أكيد بفيده. طيب
إن شاء الله أنتوا كمان تكونوا استفدتوا وتسليتوا ورقصتوا وغنيتوا بفانفار معنا اليوم. مزرعتنا حلوة كتير ومسلية، بس من بعد كل مشوار بهالمزرعة الحلوة آخر محطة لإلنا هي مع ليال وقصة جديدة من قصصها الحلوة. صرتوا جاهزين؟ وأنا كمان. لكن رح خلي هالكتاب هون لبيلي وأطلع لعندها. يلا مشوا معي. ليال نايمة. ليال؟ ليال؟ صار وقت القصة. أنا بخبركم. كان يا ما كان، قصتنا اليوم حقيقة أو خيال؟ لا. شو لا؟ لا. إيه؟ شو عم بصير؟ ليال؟ اتركني، اتركني. ليال؟ إيه. شو بكي ليال؟ كابوس. كابوس؟ كنت عم تحلمي كابوس؟ لا مش أنا. بلا أنت. الجزرة. أي جزرة؟ أنت كنت نايمة. هيدا قصتنا لليوم. وعيت الجزرة الصغيرة عم ترجف من الخوف. إلها كم يوم دايماً بتحلم بكوابيس. وبتوعى قلبها عم بيدق بقوة. نفسها مقطوع وما بدها إلا تبكي. من وقتها ما اقتلعها الفلاح بالغلط. وتقطعت شروشها وانوجعت. يومتها عطشت كتير. دبلو ورقه بالشمس وحست جلدتها عم تنجف وتحترق. صحيح بعد شي ساعة انتبه الفلاح وزرعها من جديد وسقاها تترجع تقوى، بس هي من وقتها بتخاف كتير. وعم بتفكر بطريقة تمنع الفلاح يرجع يشيلها من الأرض. لما مرقت الدودة من حدها صارت الجزرة تسألها سؤال ورا سؤال، سؤال ورا سؤال، لأنه بدها تعرف كيف تتعلق منيح بالأرض. كان الجواب انه لازم تكون شروشها كبيره ومتفرعه بكل الاتجاهات مثل شروش الشجره. مشان هيك صارت كل يوم تمد شروشها ابعد من يوم وتقويها وتمسك اكبر كميه ممكنه من التراب لحتى صارت كبيره كتير وشكلها غريب. ومع هيدا كله ضلت الجزره عايشه بالخوف، وكانوا اصحابها دائما يجربوا يشجعوها ويطمنوها، بس عبث. لا كانت ترتاح ولا تستمتع بالحياة. بعد فترة رجع الفلاح، بس هالمرة ما قدر يشيلها. جرب يقلعها، صار يشد ويشد ويشد، بس ما كان يقدر عليها. في يساعده؟ يلا. ويشد ويشد ويشد، بس ما كان يقدر عليها. فرحت الجزرة كتير لما شافت انه الفلاح راح، وفكرته انه ما حيرجع، بس ما نجحت خطتها. ما تقولي راح يجيب شي ليشيلها. بلا. هي كانت مفكره انه نجحت خطتها وكانت كتير فرحانه، بس فرحتها ما دامت، لانه رجع وبايده المركوش صار يركش حواليها وشال كل التراب اللي بجنبها، ولما شالها من الارض صار يفرغ التراب من بين شروشها. حزنت الجزره كتير وقالت كل تعبي راح على الفاضي، عشت كل حياتي بالخوف وهلأ صار اللي كنت خيفانة منه. ما حق. وكان معهم حق أصحابي. بهاللحظة غطت فراشي عليها وقالت لها سمعتك عم تحكي وتذكرت الغنية اللي كنت اسمع النهر عم بغنيها لما كون طايرة من فوقه. شو هي هالغنية؟ هالغنية كتير ساعدتني. اسمعي. كل شي كل شي كل شي بيصير بسبب لكل شي بيصير، إذا ما بتعرف لي ما تخاف انطور شوي، انت بس وثق بالرب كل شي احلى بيصير، احلى واغنى بيصير، اغنى واسمى بيصير، كل شي كل شي بيصير. طارت الفراشه لبعيد وتركت بقلب الجزره امل جديد، ولاول مره ابتسمت الجزره من وقتها ما بلشت تشوف كوابيس. بلحظتها انتبهت انها مش حاسه بالعطش، والشمس مش عم تحرقها، وورقها ما لحقوا يدبلوا لأنه الفلاح قصهم تيحطهم علف للحيوانات بالمزرعة، والبذر أخدهم تيبقى يزرعهم بالموسم اللي جاي. كل شي كان ماشي تمام لحد ما حط الفلاح بعيد عن باقي الجزرات. ليه؟ والغريب إنه
بس إجا بائع الخضرة واشترى من الفلاح كل محصول الجزر، بقيت هي لوحدها. حرام. حزنت كتير هي وعم تودع كل أصدقائها، كان عبالها تروح معهم. بس بتعرفوا لما رجعت تحس بالخوف سمعت حالها شو عم بتغني؟ غنيت النهر. مزبوط. كل شي كل شي كل شي بيصير في سبب لكل شي بيصير، وإذا إذا ما بتعرف ليش ما تخاف انطور شوي، انت بس ساق بالرب وكل شي أحلى بيصير، أحلى وأغنى بيصير، أغنى وأسمى بيصير، كل شي كل شي بيصير. ابتسمت وقررت إنه شو ما بيصير معها رح تفرح فيه وتتعلم وتستفيد منه. بعد شوي جمعوا أهل الضيعة تيتفرجوا على الجزرة الغريبة. الولاد كانوا كتير فرحانين، بس ما كانوا عارفين أن الجزرة كمان كانت كتير فرحانة وهي كمان عم تتفرج عليهم. كانت أول مرة بتشوف فيها أولاد. صاروا يجوا يقفوا حدها ويتصوروا. صارت ستار. صارت ستار. بيناتهم كان في بنوت صغيرة سألت أمها، ماما هذه الجزرة بتتاكل؟ جاوبتها أمها أكيد، بس عمو الفلاح بده يقدمها بكرة للملك بحفلة عيد ميلاده لأنها كتير مميزة. حلو. الملك؟ الملك يا لطيف شو حلو. والأحلى قديش قدر الملك الهدية، هو كمان تصور معها وطلب من طباخه الخاص يلاقي طريقة يحافظ عليها. الطباخ طلع فنان، حطها بمرتبان قزاز مع كذا نوع خضار وعامل منهم كبيس على شكل شجرة. يمكن الملك يحط المرتبان بمتحف بالقصر، يمكن يفتح المرتبان على شرف شي ملك تاني جاي يزوره، ويمكن يقدم له المرتبان بلا ما يفتحه وتسافر على بلاد بعيدة. بس شو ما صار ما بهم، لأنه صديقتنا الجزرة الغريبة صارت أحلامها كلها حلوة وبقيت تغني كل شي أحلى بيصير. حلوة كتير. انتو كمان حبيتوها؟ حلوة كتير هالقصة ليال. انتو كمان إذا شي مرة كنتوا ضايعين ومش عارفين شو بدكم تعملوا غنوا هالغنية غنية النهر. طيب ليال نحن ما بقى عنا وقت أبدا، أنا بشكرك على هالقصة مرة تانية. ميرسي لكم جيتوا. فان فارم خلصت هون. أنا صار لازم ودعكم وأتمنى أنه أشوفكم بالحلقة اللي جاية. بتمنى أنه تكونوا استفدتوا من كل المعلومات يلي عطيناكم إياها. باي باي.